مع ألفاظ مسمومة تجري على ألسنة بعض الناس، نعيش مع كتاب تطهير الجنان من آفات اللسان. ووصل بنا المقام عند اللفظة 24. نسمع من أخينا أبي عبد الرحمن قولهم: هذا أخي إن صدقت الوالدة. نعم، هذه هي الكلمة المسمومة والمذمومة والمرفوضة. فعندما يسأل أحدهم الآخر فيقول له: هل هذا أخوك؟ أي من أمك وأبيك؟ فتجد أحدهم يتكلم بهذه الكلمة المرفوضة المذمومة المسمومة فيقول: نعم إن صدقت الوالدة، والعياذ بالله، إن صدقت الوالدة. نسمع هذه الكلمة. هذه الكلمة تسمع من بعضهم عندما يريد أن يعرف القوم بأخيه، أو سئل عن أحدهم هل هو أخوك فيقول: نعم إن صدقت الوالدة. ومعنى الكلمة: إن هذا الشخص أخي من أمي وأبي إن كانت أمي صادقة في عفتها وإخلاصها لزوجها ولم تقع في الزنا. انظر هذا المسكين الجاهل كيف يتكلم عن أمه، يتكلم عن أمه: هذا أخوك؟ نعم إن صدقت الوالدة، أي إن كانت عفيفة ولم تزني والعياذ بالله، فهذا أخي من أمي وأبي. وهذا المسكين وقع في إثم عظيم وبهتان كبير، وخصوصا أنه يتكلم عن أمه. لو أنه تكلم عن غير أمه فهو آثم مفتري، فكيف يتكلم عن أمه؟ كيف يشكك في عفة أمه؟ كيف يخطر في باله أن أمه ليست بعفيفة؟ فهذا إن صدر لا يصدر إلا من ركيك الدين، ضعيف الإيمان، جاهل. وهذه الكلمة نسمع. وهذه الكلمة حرام ولا تجوز، لأن فيها تشكيك بعفة وطهارة وشرف أمه. وهذا عجيب، إذ إن من المعلوم أن الإسلام حرم على الناس أن يتكلموا في عفة وطهارة المؤمنات عامة. لابد أن تزيد كلمة عامة. وطهارة المؤمنات عامة، فأن يأتي أحدهم فيتكلم في عرض أمه فهذا هو العجب العجاب. هذا هو العجب العجاب. تتجرأ على أمك؟ تتجرأ تشكك في أمك؟ فهذا حقيقة من أعجب ما يكون. لو أن أحدهم تكلم عن أمك لابد أن تغضب وتثور ولا تسكت، فكيف أنت أيها المسكين تتكلم عن أمك؟ هذا أخي إن صدقت الوالدة. لا إله إلا الله. نعم. وهذا التشكيك بل الأقل منه نهانا الإسلام عنه، من مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو مقدمة للطعن الذي نهانا الله عنه. إذا انتبه الآن أن هذا ما هو أقل منه نهى عنه الشرع،